ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية. وفي بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بالخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب وما حمله من مضامين وطنية جامعة تحدد أولويات ومرتكزات العمل الوطني للمرحلة القادمة، مشيرا المجلس إلى أن التوجيهات الملكية السامية تشكل على الدوام منهاجا للعمل الحكومي، وإن الحكومة تتشرف بأن تحمل مسؤولية تنفيذ الأوامر الملكية السامية، مؤكدا المجلس أنه إنفاذا للأمر الملكي السامي سيتم فورا مباشرة تفعيل خطة المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وإطلاق خطة تطوير مدينة المحرق. ثم دعا المجلس إلى أن تكون حماية المدنيين أولوية قصوى في ظل تطورات الأوضاع في قطاع غزة بين فصائل فلسطينية والقوات الإسرائيلية، وشدد المجلس على أهمية الوقف الفوري للتصعيد وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي، وألا يكونوا ضحايا أو أهدافا للصراع الجاري. وأكد المجلس أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وقف الاقتتال بين الطرفين وحماية المدنيين والدفع بجهود العملية السلمية والتوصل إلى حل سياسي عبر الحوار والمفاوضات وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. بعد ذلك قرر المجلس ما يلي: أولا، الموافقة على المذكرات التالية: مذكرة معالي وزير الداخلية حول متابعة مبادرة تطوير المواقع الإلكترونية لكل جهة حكومية بحسب معايير تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية 2024، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية الشقيقة للتعاون في مجال شؤون الشباب لسنتي 2023-2024، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة التفاهم بين وزارة شؤون البلديات والزراعة وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات لتعزيز التعاون والتكامل الصناعي والزراعي، مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب بشأن اعتماد تقارير الهيئة، مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب. بعد ذلك استعرض المجلس مذكرة اللجنة التنسيقية حول مستجدات الرقابة والترخيص على القطاع السياحي بما يتوافق مع استراتيجية السياحة 2022-2026. ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية ما يلي: المشاركة في حفل افتتاح معرض إكسبو الدولة للبستنة 2023، نتائج الاجتماع 34 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الزراعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المشاركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أدبيك 2023، المنتدى رفيع المستوى حول العقد العربية الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032، وبرنامج تبادل الزيارات للاطلاع على التجارب في الجمهورية التونسية الشقيقة. والاجتماع السابع
التابع للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونتائج زيارة سعادة وزيرة شؤون الشباب إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.